من الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، كل عام والجميع في أحسن حال وأحوال بمناسبة حلول أو قرب حلول العام الجديد 2020 للميلاد. وكل عام واللغة العربية لغتنا الأم مخلدة إلى ما بعد البعث ومحفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى كما يحفظ الله سبحانه وتعالى كتابه القرآن الكريم. وبعد أشكر أو أرحب بالجميع كل بصفته واسمه، وأشكر الشاعر الأستاذ بكيل المحفدي لدعوته لنا للمشاركة في هذه الفعالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وتحت شعار إبداع يتوهج بدهشة اللغة، حيث القيام بمثل هذه الفعاليات تعمل على إبراز أهمية ومعنى اللغة العربية في حياة المجتمع، وتعمل على تشجيع جميع شرائح المجتمع للاطلاع والقراءة والمنافسة من خلال إغراس اللغة العربية في المناهج الدراسية والجامعية والمناسبات الاجتماعية والوطنية بشكل منظم ومتخصص، بحيث يتناوله المجتمع العالمي كثقافة عامة.